ان النهارده والمباراه اللي جايه هتبقى برضو الروتيشن الى حد ما اقل من النهارده. تمام. اقل مباراه وصل المقص لانه هيرجع له حسين الشحات ان شاء الله وهيرجع له ايمن اشرف. ممكن كهربا يخش. ممكن كهربا يخش. ليه لا؟ طيب اخيرا عشان خلاص قدامي دقيقه ونص. تطور مستوى محمد الشناوي خاصه في تفادي الاصطدام باللعيبه وضربات الجزاء اللي هي كانت نقطه عنده سلبيه بشكل كبير جدا. النهارده مع شميلس بيكلي شفنا ان هو بيتفاداها بشكل كبير، كان دايما بيصطدم بيه. بس لو شميلس بيكلي ما كانش وقع كان هيصطدم بيه. لو شفت اللقطه تاني، يعني هو وقع قبل الشناوي ما يوصل له. لعبها بدماغه، لعب الكره بدماغه، لعبها بدماغه ووقع قبل ما يوصل له الشناوي. يعني لو هو كان لعبها بدماغه وكمل كان الشناوي يعني مفيش تطور. لا بيأدي بشكل جيد محمد. ما شاء الله ماشي بشكل جيد جدا، واعتقد ده يعني مكسب لكل الحراس اللي موجوده في النادي الاهلي. النادي الاهلي مش محتاج حراس في الفتره دي. لا ما معلش يعني مع احترامي، لو جينا بصينا على حراس المرمى اللي موجودين على الساحه بالنسبه لانديه الدوري الممتاز، يعني في رايي انا ما فيش حد منهم يصلح للنادي الاهلي. ما فيش حد فيهم يصلح. اللي موجودين طيب مين اللي موجودين؟ اللي موجودين دلوقتي علي لطفي ومصطفى شوبير. هم دول احسن اللي موجودين، لكن الباقي لا يصلح. لا يصلح للنادي الاهلي. لا يصلح للنادي الاهلي. انا واضح وصريح. لا يصلح للنادي الاهلي ايا كان، لكن يصلح لانديه لفرقته او لفرقه ثانيه او لانديه ثانيه. مش ده انا خليها في الحلقه اللي جايه بقى عشان نفسرها وناخدها ماشي براحتنا كده. فتحت لنا موضوع مهم جدا جدا في نهايه الحلقه، بس افتكروا ان شاء الله عشان نتناقش فيه ان شاء الله باذن الله. كابتن اكرامي شرفتنا ونورتنا. لا انا في حاجه بس نسيت يعني او مش نسيت يعني يعني حتى ما باركتليش على الزلابطة اللي انا فيها. عمره مقبول والله العظيم الكلام، خدنا مكالمه شريف دخلتني في مود تاني. عمره مقبوله يا كابتن اكرامي، ويوعدك بالزياره ودايما كده. انت كل شهر بتطلع. لا يا حبيبي انا والله بقالك على طول. انا كل سنه في نفس التوقيت. لا بس في السنه ممكن مرتين. لا عمرها ما حصلت. تمام. عمره مقبوله، كل سنه وانت طيب. وانت طيب ودايما سعداء بيك وبشريف وبرمضان، وما شاء الله ربنا يخليهم لك كلهم باذن الله. وزين طبعا حبيب قلبي. حبيب قلبي ده ماله ده؟ ده طبعا حاجه تانية. شكرا كابتن اكرامي، شرفتنا. شكرا يا مهيب، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبين مره تانية. اعزائي المشاهدين، اول ايام 2020 ان شاء الله تبقى ايام كلها ايام سعاده وفرحه للكره المصريه ان شاء الله. غدا حلقه مهمه.